من جانب المنتخب التركماني. كرة عادت من جديد لربيع عتايا يقود هذا الهجوم. ربيع يتقدم ربيع إلى ربيع ممتاز ربيع فرصة جول 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 في اليوم الكبير يظهر الكبير في اليوم الكبير يظهر الكبير. ظنوا أنهم خلصوها فكان لربيع عتايا كلام آخر. ضربة رائعة ممتازة تسرب ودخول ومجهود فردي ممتاز من ربيع عتايا. شوف الفنيات شوف المهارة شوف التسرب شوف المراوغة شوف الهربة من ربيع عتايا يضع الكرة في المرمى. واحد واحد يعد الربيع ويعود المنتخب اللبناني في المباراة. عاد إليكم من جديد عاد المنتخب اللبناني عاد مرة أخرى عاد بهدف ربيع عتايا. ممتاز المجهود الفردي. تساءلت كما يتساءل ممكن كل محب وكل عاشق للمنتخب اللبناني هل كان دخول ربيع عتايا مع بداية الفترة الثانية بشيء من التأخر أو التأخير هل كان من الممكن أن يشارك كأساسي ربيع عتايا؟ حلول كبيرة هجومية عطاء ربيع عتايا لهجوم المنتخب اللبناني. هذه كرة ملعوبة عودة الروح عودة الأمل لمنتخب لبنان بالعودة في المباراة. كرة من محمد حيدر. ربع ساعة أخيرة ستكون نارية مشاهدينا متابعينا الكرام. يلا لبنان يلا رجال الأرز.